لكم في الملعب المركب الرياضي سبعة نقاط بيرادس، حيث سيدور بعد قليل الدور النهائي السابع بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي. لقاء دور نهائي بين فريقين عريقين، بين مدرستين عريقتين في كرة القدم. لقاء الأجوار ديربي العاصمة بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي. إذن خروج اللاعبين اللاعبين على أرضية الميدان، طاقم تحكيم أجنبي يدير هذه المباراة. إذن بعد قليل إذن بشتنطلق هذه المباراة وهذه فكرة على الملعب 7 نوفمبر بيرادس. ألوان زاهية إذن في هذا الملعب من أحباء الفريقين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي. طبعا نمر إلى تشكيلة الفريقين للتذكير. طبعا نوفل أذكر بالتشكيلتين قبل انطلاق المباراة. تشكيلة الترجي الرياضي التونسي في حراسة المرمى جون جاك تيزي، سهيل بن راضية، وسام البكري في المحور، العربي جابر، أوبينان وانيري، كمال زعيم، صيفال المحجوبي، مراد المالكي، وليد التايب، رباعي خط الوسط. أمامكم تشكيلة الترجي وثنائي خط الهجوم النيجيري مايكل إنيرامو ورضوان بن وناس. مدرب الترجي طبعا هو خالد بن يحيى. الاحتياطيون في تشكيلة الترجي الرياضي التونسي: حارس مرمى احتياطي حمدي القسراوي، خالد بدرة والعودة بعد الإصابة أحمد بن يحيى، أمين الطيف، حمدي الحرباوي، توفيق الهمامي ولطفي الهمامي. هذه تشكيلة الاحتياطية بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. تشكيلة النادي الإفريقي: علي بومنيش، خالد السويسي، يانس العمري، بيير يونكا، محمد علي الغرزول، أسعد ورتاني، وسام يحيى، أسامة السلامي، موسى بوكونغ، برهان غنام، وأمين العويشاوي. بالنسبة للاحتياطيين: خالد عزيز كحارس مرمى احتياطي، منكم التشكيلة الأساسية، شكري الزعلاني، محمد المكشر، وليد الهيشري، أنيس العياري، جيل كايتا، والعماري البرقوقي. طاقم تحكيم نوف الأجنبي تحديدا سويسري يدير هذه المباراة. أكيد طاقم تحكيم سويسري لإدارة هذه المباراة الدولي روني روغالا. ستكون للنادي الإفريقي ثم ثنائي أسامة السلامي ومحمد أمين العويشاوي. وفي هذه اللحظة تنطلق مباراة الدور النهائي بين بيير نيانكا ورضوان بن وناس. مراد المالكي يستعد للتنفيذ وتنبيه من الحكم. حوار بين خالد السويسي ورضوان بن وناس. مراد المالكي يعطي الحكم إشارة التنفيذ، ومرة أخرى تدخل الحكم من جديد. تنفذ الكرة الآن، والهدف الأول للترجي مايكل إيرامو. في التنفيذ مراد المالكي تسقط الكرة أمام مايكل إيرامو، إخالة الحارس علي بومنيشل، ويمضي الهدف الأول. هاي الإعادة، التنفيذ من مراد المالكي، ترجع من محمد علي الخرزول، تصطدم بخالد السويسي، وفي المتابعة مايكل إيرامو. هاي إعادة من زاوية معاكسة، مراد المالكي في التنفيذ، محمد علي الخرزول تصطدم بخالد السويسي. كرة لصالح النادي الافريقي، لكن فتحت مرة أخرى. المحجوبي ترجع من جديد لأسعد الورتاني. الأسعد الورتاني مازال محافظ على الكرة، تبع في مايكل إيرامو. الأسعد الورتاني في اتجاه أنيس العمري، يتوغل داخل منطقة الجزاء، وزع هدف التعادل. هدف التعادل لصالح النادي الافريقي عن طريق برهان غنام. كان توغل من الجهة اليسرى من أنيس العمري، وزع برهان غنام، يخش كرة جون جاك تيزي. برهان غنام يستغل الموقف وبتسديدة رأسية يتمكن من تعديل النتيجة في الدقيقة 23 لصالح النادي الإفريقي. هو برهان غنام، إذا تتغير النتيجة، هو التوغل من أنيس العمري، التوزيع في القائم الثاني. برهان غنام يتمكن من تعديل النتيجة لصالح النادي الإفريقي، أو من زاوية أخرى هدف التعادل للنادي الافريقي. جون جاك تيزي ما خداش كورة، خرج الكورة. برهان غنام استغل هذا الموقف وتمكن من تعديل النتيجة لصالح النادي الافريقي،
في الدقيق، ولا الحكم اللي صالح النادي الافريقي يعاد بهدف تعادل النادي الافريقي. التوزيع كان من انيس العمري والتسديده الراسيه التسخينيه من المخالف وسام بن يحيى في تنفيذ المخالف او وسام السلامي. وسام بن يحيى ينفذ وتسديده راسيه وعلى عارضه القائم الايسر الحارس جورج اكتيزي. التنفيذ من وقته وياخذ الكره لمايكل ايرام وترجع من جديد صلاح الترجي. زعايم 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 يسدد والهدف الثاني. غلطه الحارس وغلطه الشنيعه هنا في الملعب. اذا تسديده كمال زعايم تغلق الحارس علي بمريجن والهدف الثاني لصالح الترجي الذي توصي في الدقيقه الاولى هذا الشوط الثاني. اذا مضاعفه النتيجه لصالح الترجي الذي توصي عن طريق كمال زعايم. اي لعادة وكان الشرب ما ينوي ويعتزم التصويب الحارس علي بوليج ما كانش ينتظر ربما في كرة كمال زعيم ما قراش حسابه كما ينبغي علي بوليج ويتمكن كمال زعيم تتنفذ الركنية والتسديدة الرأسية وترجع من علي بوليج في مرة أولى ثم من الدفاع في مرة ثانية. عملية خطيرة على دفاع النادي الإفريقي. يتمكن علي بومليجي في مرة أولى من أبعاد الكرة أي عادة. يبدو لي ولد المالكي دي علي الكرة وسام بن يحيى خويا الكرة وسام السلامي. وسام السلامي سيرة ما توصلش الوليد العمري لكن تجي من جديد والتسديد من بعيد وجون جاك تيزي تصدى هذه الكرة وعط الكرة في الركنية رغم التقنية بصالح النادي الإفريقي. وسام بن يحيى يوزع وترجع من الدفاع ومرتدة كرة والهدف الثاني. كرة مرتدة والهدف الثاني عن طريق أنيس العياري اللاعب البديل. أنيس العياري يتمكن من تعديل النتيجة لصالح النادي الإفريقي في الدقيقة 72 تسابق وتلاعب الأهداف في هذا العرض الفرجوي الكبير بين الناديين العريقيين بين الترجي التونسي و النادي الافريقي. 4 اهداف الى حد الدقيقة 70 وفرجة هذه المباراة يعادل الهدف هو كنت اللاعب البديل فعلا انيس العياري في الدقيقة 72 يتمكن من تعديل النتيجة لصالح النادي الافريقي. هدفين مقابل هدفين ولقاء واعد نوفل بين الترجي التونسي والنادي الافريقي تقريبا 17 دقيقة بل نكهة مباراة الأجوار وإعادة من زاوية معاكسة لهدف أمين الطايف وكمال زعيم. أسامة السلامي مهد لأسعد الورتاني سدد ومن العويشاوي التسديد من أمين العويشاوي وتدخل جون جاك تيزي فرصة الهدف الثالث تضيع على مهاجم الإفريقي محمد أمين العويشاوي. تتحول الكرة للركنية ضربة ركنية وسام بن يحيى هو اللي مشي تولى التنفيذ. وسام بن يحيى يرفع وتعود من جون جاك تيزي ترجع لوسام بن يحيى. وسام بن يحيى امام مراد المالكي. وسام بن يحيى والكره ضايعه ضربه مرمى للترجي. امامنا مدرب الترجي خالد بن يحيى بينما هذه اعاده للمحاوله الاخيره لافريقيا التمهيد من سلامي والتسديد من الاسعد الورتاني تيح الكره امام العويشاوي سدد وتيزي في الركنيه. ترجع كره للترجي في هذه الحصه الاضافيه الاولى كره للنادي الافريقي. بوكون التوزيع وتيزي التوزيع كانت توزيعة في شكل تسديدة مباغتة وتيزي في المكان المناسب. هذه الإعادة أسامة السلامي توزيعة في شكل مع الحصة الإضافية الثانية. هذه أرزول في اتجاه أسامة السلامي. أسامة السلامي يبعث على المساندة يلقى لاسعد الورتاني. لاسعد الورتاني التسديد من بعيد وجون جاك تيزي التسديد مباغتة من لاسعد الورتاني وجون جاك تيزي على مرتين في الركنية ما كانش ينتظر في تسديدة من البعد ذاك من لاسعد الورتاني. هاي الإعادة مباغتة وتيزي على مناسب التسديد من التعادل هدفين لهدفين
بين الترجي الرياضي والنادي الافريقي. تنفذ التماس من سهيل برادي، مقطوعه من اسعد الورتاني، تعود سهيل برادي، احمد بن يحيى يعمل مراوغه وضربه مخالفه في موقع ممتاز للترجي. بل لحظات من نهايه الحصه الاضافيه الثانيه والمباراه، كهذه اعاده لتدخل وسام بن يحيى مع احمد بن يحيى وضربه مخالفه، كره ثابته للترجي. كان تذكروا مباراه الاياب في اطار الرابطه المحترفه الاولى، 3 اهداف في المباراه كانت على اثر كره ثابته، 2 للترجي وواحده للافريقي، جزئيات بسيطه تحسم مثل هذه المقابلات اللي فيها التوازن بين الفريقين. ضربه مخالفه للترجي، ثم كمال زعيم ومراد المالكي، تقريبا 22 23 متر عن مرمى الحارس علي بومنيشي. كيف سيكون التنفيذ؟ يبتعد مراد المالكي، يبقى كمال زعيم، وراه وسام البكري. كمال زعيم يستعد للتنفيذ، يسدد جانبيه فوق المرمى بقليل، كانت مقوسة فوق الجدار كرة كمال زعيم. هاي الإعادة فوق الجدار جانبية لمرمى الحارس علي بومنيشم. وفي هذه اللحظة الحكم السويسري روني روغالا يعلن عن نهاية الوقت الأصلي. يعطي الحكم روني روغالا، يتقدم ويسجل، يسجل مراد المالكي، 1-0 للترجي في ضربات الجزاء. 1-0 للترجي، و أسامة السلامي من جانب النادي الإفريقي هو باش يتولى تنفيذ الركلة الترجيحية الأولى بالنسبة للنادي الإفريقي. أسامة السلامي بالنسبة للنادي الإفريقي، الكرة في مكانها، أسامة السلامي يتقدم ويسدد ويغلق الحارس تيزي. 1-1 مراد المالكي من جانب الترجي التونسي، وأسامة السلامي هي عادة من جانب النادي الإفريقي. تركيز كبير من حارس النادي الإفريقي علي بومنيجل. التعادل 1-1 في ضربات الجزاء. كمال زعيم هو اللي مشي تولى تسديد الضربة الثانية. كمال زعيم يتقدم، يسدد وناجحة، يسدد كمال زعيم وناجحة مرة أخرى، يختار الجهة اليمنى بعد مراد المالكي لمرمى علي بومنيجل. وفرحة بنك الترجي بنجاح كمال زعيم في ضربة الجزاء الثانية. ضربة الجزاء الثانية ومنكم يشرفها وسام بن يحيى. وسام بن يحيى يتولى تنفيذ الركل الترجيحية الثانية للنادي الإفريقي، وجه لوجه أمام جون جاك تيزيه. يتقدم وسام بن يحيى، يسدد ويغالب تيزيه، ناجح. 2-2 زوز ركلات ترجيحية العادة في الوسط، كانت في وسط المرمى، في وسط المرمى. 2-2 والدور للترجي الرياضي التونسي. الترجي الرياضي التونسي ضربة الجزاء الثالثة. توفيق الهمامي، توفيق الهمامي خذا مكانه، خذا مكان أمين الطيف اللي بدوره كان خذا مكان رضوان بن وناس، تخلى أثناء المباراة. توفيق الهمامي يتقدم، يسدد ونجح مرة أخرى على الجهة اليمنى لمرمى بومنيجي. 3 ضربات جزاء للترجي، 3 على الجهة اليمنى لمرمى الحارس علي بومنيجي. شكري الزعلاني
لاعب في غير مكانه في أواخر الحصة الإضافية الثانية باش يتولى تنفيذ الركلة الترجيحية الثالثة بالنسبة إلى النادي الإفريقي. الشكل الزعلان يتقدم ويغالط جورجاك تيزي، هدف ناجح، ناجح الركلة الترجيحية 3-3، تعادل وتشويق حتى في الركلات الترجيحية نوفل 3-3. مازلنا ما شفناش لا علي بومنيجي لا جون جاك تيزي لحد الآن. وبناء وانيري للترجي هو اللي باش يتولى تسديد ركلة الترجيح الرابعة. إلى حد الآن التعادل 3-3 مع أسبقية الترجي في التنفيذ. وبناء يتقدم يسدد ويغالط بومنيجي، هذه المرة يغير الزاوية من اليمنى إلى اليسرى. بومنيجي مشى للزاوية اليمين وأوبينا تحت العارضة في الزاوية اليسرى، الرابعة ناجحة للترجي. الركلة الترجيحية الرابعة محمد علي الغرزول أمامكم. محمد علي الغرزول باش يتولى تنفيذ الركلة الترجيحية الرابعة بالنسبة إلى النادي الإفريقي. الركلة الترجيحية الرابعة محمد علي الغرزول يتقدم ويغالط التيزي 4-4، وتركيز كبير بالنسبة إلى اللاعبين إلى حد الآن. 4 الركلة الترجيحية ناجحة من الجانبين، والتركيز كبير من اللاعبين. وسام البكري الظهير الأيسر في تشكيلة الترجي هو اللي باش يتولى تنفيذ ضربة الترجيح الخامسة. وسام البكري يتقدم يسدد وناجح مرة أخرى في الزاوية اليسرى، قوية كانت تسديدة وسام البكري، هاي الإعادة بالرجلة اليسرى قوية رغم محاولة الحارس علي بومنيجي. 5-4 للترجي مع أسبقية التنفيذ للترجي يعني الإفريقي، ما زالت له ضربة جزاء 5. ولسعد الورتاني كان تقدم، لسعد الورتاني عود الرجاع فعلا، لسعد الورتاني باش يتولى تنفيذ الركلة الترجيحية الخامسة. تعرف المسؤولية كبيرة بالنسبة للاعب اللي باش ينفذ الركلة الترجيحية الخامسة لتعديل الكفة بالنسبة للنادي الإفريقي. 5 بالنسبة للترجي، 4 للنادي الإفريقي، والركلة الترجيحية الخامسة لسعد الورتاني باش يتولى تنفيذها بالنسبة للنادي الإفريقي. يتقدم لسعد الورتاني والبرة ضايعة، والكأس للترجي التونسي يعني ضيع أسعد الورتاني ضربة الجزاء الخامسة، لأنه تكون هكا الكأس للترجي التونسي. نعرفوا أنها ضربات بخلف ضربات ركلات ترجيحية، هي ركلات كذلك حظ، والحظ ما كانش أدار ظهره لأسعد الورتاني. هذيك هي أحكام كرة القدم. هنيئا للترجي التونسي بهذه الكأس وحظ أوفر للنادي الإفريقي. إذن الثنائي 120 دقيقة كاملة وضربات الترجيح لتحديد صاحب الأميرة. الترجي يتحصل على الكأس العاشرة. بدرة مراد المالكي الثنائي بالنسبة للترجي التونسي لهذا الموسم 2005.